لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. آخر كلمات حمزة سطام الفناطسة قبل وفاته بلحظات: ربي إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وتوفني وأنت راض عني. بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول منشور كتبه عريس معان المرحوم حمزة سطام الفناطسة الذي توفي بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه. وكتب الفناطسة في 24 من الشهر الماضي كلمة إن لله وإنا إليه راجعون مخيفة جدا: ربي إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي وتوفني وأنت راض عني. اللهم نشهدك أننا عفونا وإن كنا سببا في ألم غيرنا فوالله ما كان إلا سهوا فاعفو عنا. وقد نعت مديرية الأمن العام الشاب حمزة الفناطسة الذي رحل برصاصة طائشة خلال حفل زفافه، ووجهت مديرية الأمن العام بيانا شديد اللهجة جاء فيه: نعم هو من نتحدث عنه، عريس معان حمزة الفناطسة رحمه الله، هو من قتلناه بطيشنا وجهلنا وتعصبنا لعادات لم تكن يوما من عاداتنا، لكننا صدقنا كذبتنا بأن عشائرنا القديمة والأصيلة والعرب العاربة والمستعربة والبائدة كانوا يطلقون النار في أفراحهم، ولشدة كذبنا قلنا إن هذه العادات من صميم عروبتنا. ما أكبر جهلنا وما أكثر حزننا وما أشد مصابنا، أتظنون أن من قتل حمزة هو من أطلق النار اليوم فقط؟ إنما هو كل من أطلق النار بفرح أو مناسبة مدعيا بأنها رجولة أو مظهر من مظاهر الفرح ليساعد بفعله على انتشار هذه العادة القاتلة فيكون شريكا في دم حمزة الفناطسة. إننا اليوم ننعي حمزة الفناطسة عريس معان وعريسنا، كما ننعي كل الأبرياء ممن سبقوه، ونسأل بأي ذنب قتلوه وبأي ذنب أطلقوا رصاص صوبه فأدمت قلوبنا قبل أن تقتله، وهو من تغسل وتطيب ليلقى وجه ربه. سيقولون: ما بال الأمن العام يكتب بهذه اللهجة وينعي بهذه الحدة؟ أوليس الأمن العام مؤسسة أمنية رسمية فتأتي الإجابة من عندنا؟ ولما لا نفعل؟ أولسنا منكم وأنتم منا؟ أولسنا جزءا من المجتمع نألم لألمه ونحزن لحزنه ونغضب لغضبه؟ نعم نحن مديرية الأمن العام نغضب وسنغضب حتى نأخذ حق عريسنا، ولكن سنفعل ذلك في إطار القانون. اليوم سننزل مطلقي العيارات النارية منزلة القتلى المجرمين، فما من فرق بين قاتل وقاتل، فلقد تعددت الأسباب والقتل واحد. ولئن كنا أعلنا الحرب مسبقا على تجار الموت من مروجي المخدرات ومهربيها، فإننا اليوم نعلن حربنا على من يقتل الأبرياء من مطلقي العيارات النارية، فلقد تعددت الأسباب والقتل واحد. ومن منا لم يسمع عن طفل مادبا رحمه الله، أو فتى عمان، أو الأب الذي ترك أيتاما في إربد وغيرهم؟
كلنا سمعنا عنهم وسمعنا عن غيرهم وعن قصص محزنة ومؤلمة. وهنا نقول بأن كل من سمع عن مثل هذه الحوادث ثم اختار أن يطلق العيارات النارية أو أن يصمت على مطلقها فهو إما مجرم وإما شريك، فلقد علم بمدى خطورة هذا الفعل وتوقع نتيجته المؤسفة، ولو ظنا ثم قبل بالمخاطرة. هي من الآن حربنا وثأرنا في إطار القانون وبسيف العدالة التي بدأناها مبكرا، فشددنا الرقابة والمتابعة والتحقيقات، وألقينا القبض على عدد من مطلقي العيارات النارية القابعين خلف القضبان، وضبطنا أسلحتهم وزخائرهم. ولكننا اليوم نطلب من كل غيور على دم الأردنيين وعلى حرماتهم بأن يقف معنا لنجتمع على قلب أردني واحد، وليكون دم حمزة الفناطسة عنوانا لوأد هذه العادة القاتلة، لكي لا يذهب دمه هدرا بل ليكون خاتمة لسلوك نرمي به إلى مزابل التاريخ، نذكره ولا نعيده، بل لا نذكره ولا نعيده. وكيف نذكره؟ وهل سنقول لأطفالنا بأننا كنا نقتل بعضنا ابتهاجا بفرحنا؟ رحم الله حمزة وربط على قلب والديه وعائلته وألهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشهدت جنازة حمزة الفناطسة العريس المقتول برصاص الفرح في الأردن حضور آلاف الأهالي في محافظة معان لتوديع عريسهم الذي فارق الحياة جراء إطلاق عيار ناري أثناء حفل زفافه. وفي لفتة إنسانية مليئة بالتضامن الاجتماعي والتكافل والأخلاق التي يتميز بها المجتمع الأردني، قرر عدة شبان من مدينة معان تأجيل حفلات زفافهم تعبيرا عن حزنهم على المصاب الجلل الذي أصاب مدينة معان بعدما تحول الفرح وحفل الزفاف إلى مأتم إثر وفاة العريس حمزة سطام الفناطسة خلال حمام عرسه نتيجة إصابته بعيار ناري أطلقه أحد المتواجدين في الحفل. وكتب شبان على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن احترامهم لمشاعر أهل معان ومعلنين تأجيل أفراحهم التي كانت مقررة في أوقات قريبة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.